السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معادنا النهاردة ان شاء الله مع شيت نمبر 10 تل ليسون 5 يونيت 2. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. complete the following. طيب هنا بيقول لك if b minus 34252 الكلام ده equals 12604 then b equals a. خد بالك بقى، هو مدي لك ايه؟ مديني equation، عايز منك ايه؟ عايز منك الفاليو بتاعة b، value of the variable، تمام كده؟ طيب في ناس تقدر تبص كده وتقول يا ميس انا هاخد التو نمبرز دول واعمل لهم بلس هعرف الفاليو بتاعة b على طول. عرفت من فين؟ اصل الايكويشن اللي قدامي دي عبارة عن subtraction equation، subtraction اهو في علامة minus، والبي دي اول رقم بدأت بيه الايكويشن، معنى كده ان ده الرقم الكبير بتاعي، والتو نمبرز دول بالنسبة لبي هم صغيرين، فلما اعمل لهم بلس اوصل لبي. بص كده في السبتراكشن ايكويشن لما تجمع تعمل بلس للرقم اللي قبل الايكوال والنمبر بتاعك اللي بعد الايكوال يدي لك النمبر اللي الايه اللي الايكويشن بتاعتك بتبدأ بيه. الكلام ده يمشي مع كلمة سبتراكشن ايكويشن. خلاص احنا عرفنا. واحد تاني هيقول لي هستخدم الباور موديل، متفقين؟ تعالى بقى، يبقى احنا كده اللي هيحلها منتلي هو عارف ان هو هيعمل للتو نمبرز دول بلس. طب اللي عايز يعمل الباور موديل ما عنديش اي مشكله، تعالى بص كده اهو هيعمل الريكتانجل بتاعه وهيعمل جواه حرف تي، واحنا متفقين. ها لما قابل سبتراكشن ايكويشن بالمنظر ده، الرقم الاولاني ده الكبير بتاعك اللي هو بياخد الريكتانجل الكبير، فهنا عندك ايه؟ عندي بي، تمام؟ التو نمبرز دول بالنسبه لبي ده ارقام صغيره، اعداد صغيره، تمام؟ معنى كده ان انت هتكتبهم في التو ريكتانجلز الصغيرين دول. يلا نكتب 34252 والناحيه الثانيه معايا 12604. ها نتأكد بقى دلوقتي هتجيب بي ازاي؟ هعمل للتو نمبرز دول بلس اقوم اجيب الفاليو بتاعت بي، متفقين؟ تعالى بقى نحط كده نقول له بي ايكوالز ونكتب التو نمبرز بتوعنا تحت بعض. يلا يبقى انا معايا 34252 بلس 12604. بص اهتم قوي 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 وانت بتكتب النمبرز بتاعتك، ونز تحت ونز، تنز تحت تنز، هندرد تحت هندرد، ساوزند تحت ساوزند، تن ساوزند تحت تن ساوزند. بص انا عمالة راجع معاك كام حاجة، رجعت معاك فكرة البار موديل، رجعت معاك كمان بليز فاليو، ونز تنز هندرد ساوزند تن ساوزند. ايه ده وانت مش واخد بالك من حاجة؟ طبعا استدينا ايه كل الكلام بنقوله. يلا ابدأ بقى اعمل بلس معايا. يلا 2 بلس 4 6، 5 بلس 0 5، 2 بلس 6 8، 4 بلس 2 6، 3 بلس 1 4. تعال نقرا النمبر اللي طلع لنا ده. تعرف ان انت لما تيجي تعمل كومه بتعد 1 2 3 ديجيتس من ايه؟ فروم ذا رايت تو ذا ليفت، وانت ماشي كده 1 2 3 وتعمل كومه كده، ان دي عيله ودي عيله جنبها زي ما احنا متفقين. ها معايا ايه؟ معايا 46856. اقرا معايا تاني 46856، تمام؟ تعالى نكتب له بقى اهو 46856، تمام؟ طيب تعالى السؤال اللي بعده. The value of the digit 4، value يعني الفور هنا equals what؟ The value of the digit 4 in the number، وتعالى نقرا مع بعض النمبر ده large number. تعالى نقرا، بص دي عيله وعيله وعيله وعيله، ها اربع عيلات، يبقى انت معاك مليارد بقى في الموضوع. 4 مليارد 851,061,052. ارجع تاني بقى، هو بيسالك على الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت الفور. بص كده الفور اهي، الفور بتاعتك اهي، هي الفور دي الفاليو بتاعتها ايكوالز ايه؟ يميز 4 مليارد، يعني 4 وجنبها 9 زيروز. جنبها ايه يا شباب؟ 9 زيروز، تمام؟ طب بعد كده
يدي لك نمبر برضو لارج نمبر كبير وبيقول لك عايزه ان اكسباندد فورم از ايه. طيب تعالى قبل ما نعمله في الاكسباندد فورم نقراه، يلا نقرا مع بعض. بص ادي عيله وعيله وعيله وعيله، برضو عندي كام عيله؟ اربعه، يبقى انا شغاله في المليارد. 2,785,629,142. قرينا، يلا نعمله في الاكسباندد فورم بتاعته. طبعا عشان تعمله في الاكسباندد فورم بتاعته الحته دي عمرها ما هتكفي، تمام؟ فانا هبداه من هنا، يعني انا هبداه من هنا وهاخد بقى كل اللاين اللي هو ايه تحت السطر اللي قدامي بتاع بي ده. اوكي، انا معايا 2 ايه 2 مليارد، يعني 2 وجنبها 9 زيروز بلس، ها دي ايه؟ دي هتنزل 700 مليون، 700 مليون اهي 700 يعني 2 زيروز، وكلمة مليون يعني في جنبها كمان 6 زيروز، الكلام ده بلس. طب دي 80 مليون، 80 مليون ادي 80 وجنبها بعد كده 6 زيروز بقى بتوع كلمة مليون بلس، هنا 5 مليون، يبقى 5 وجنبها 6 زيروز، او تشوف جنب الفايف هاو ميني ديجيتس اون ذا رايت وتشيلهم وتحط مكانهم ايه زيروهات اللي يريحك يعني، الكلام ده بلس. معايا 6، ال 6 دي ايه؟ 600,000 لانها ساكنه في ال 100,000 بليس، فتبقى 600,000. بص 600 اهي و 1000 يعني 3 زيروز كمان، يعني جنبها 5 زيروز بلس. ال 2 دي 20,000 يعني 2 جنبها 0 وكمان 3 زيروز 20,000، تمام؟ 9,000 اهو 9 وجنبها 3 زيروز بلس 100 اهو بلس. ال 4 دي يعني 40 لانها في التنز، ناقص لي بلس كمان اخيره 2. الاخيره دي 2 ليه؟ لانها موجوده في الوانز بليس، يبقى دي الاكسباندد فورم ايه بتاعتك. طب بعد كده بيقول لك 15 بلس 5 بلس 7، بدأ يكتب لك نفس الكلام تاني. بص 15 بلس 5 لسه ايه بلس 7، امال ايه الفرق؟ الفرق ان هو حط القوس عند ال 15 وال 5، الكلام ده اسمه ايه؟ كلمة قوس لما الميس تقولها كده تعرف انها associative probability. associative ايه؟ probability، تمام؟ سواء بقى كتبتها بالاختصار كده او كتبت الكلمة على بعضها، متفقين؟ associative probability، سواء كتبتها كده او كتبتها زي ما قلنا بالاختصار بتاعها الدنيا بتمشي، متفقين؟ طب بعد كده خد بالك السؤال ما خلصش، بيقول لك ايه؟ بيقول لك equals. طيب يبقى انا هروح، بص خلاص الجزء الاولاني ده خلاص خلص، انت بتتعامل مع الجزء التاني ده اللي فيه القوس. 15 بلس 5 يعني 20، يبقى انا لما اشيل القوس هخلص اللي جوه ده. 15 بلس 5 20، لسه في بلس 7 اهي اوعى تنساها. 20 بلس 7 يعني 27، متفقين؟ السؤال اللي بعده نقرا النمبرز الاول يا شباب. ها معايا 47,562 ماينس 2,853، يلا نبدا نشتغل الماينس بتاعنا. 2 ماينس 3 كانت بي، بورو 1 مكان ال 6 هيبقى فيه 5 ومكان ال 2 هيبقى عندك 12، متفقين؟ طب 12 ماينس 3 يبقى 9، 12 ماينس 3 يبقى 9، بعد كده 5 ماينس 5 0. طيب بعد كده 5 ماينس 8 كانت بي، بورو 1 مكان ال 7 هنا هيبقى فيه 6 ومكان ال 5 دي بقت 15 ماينس ال 8 7. طب 6 ماينس 2 ايكوالز 4، وهنا عندك 4 وما عندكش حاجه توقعها فهتنزل 4 زي ما هي. يلا نقرا النمبر بتاعنا 44,709، اقرا معايا تاني 44,709. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ان ذا باور موديل، ومدي لك بار موديل زي ما انت شايف كده، تمام؟ النمبر الكبير بتاعك موجود فين؟ هو اللي فوق اللي في الريكتانجل الكبير، والتو نمبرز دول صغيرين بالنسبه للرقم الكبير اللي قدامك ده، يعني هما الاثنين اصغر من ايه من ال 100. طيب انا معايا اكس، معايا فاريبل وعايز اعرف اكس ايكوالز ايه، يبقى اكس ايكوالز 100 ماينس 35 اهو 100 ماينس 35 والكلام ده ايكوالز، طبعا انا بجيب الفاليو بتاعتها يعني بخلصها، تمام؟ 0 ماينس 5 كانت بي، برو 1
طبعا هنمشي هنستلف من هنا، هيبقى ده خلاص بقى زيرو، وعندك مكان الزيرو ده فيه 9، واول زيرو ده بقى بتن. 10 ماينس 5 ب 5 و 9 ماينس 3 6، طلع لك الفاليو بتاعه الاكس ايكوالز 65. متفقين؟ هنبدا نشتغل مع كويتشن نمبر 2. تشوز ذا كوريكت انسر. تمام، هو هنا بيقول لك ذا فاليو اوف ذا ديجيت 8 ان ذا نمبر. تعال نقرا النمبر الكبير اللي قدامنا ده، ها 381,452,671. بيقارن بين الفاليو بتاعت ال 8 هنا وبين ذا فاليو اوف ذا ديجيت 8 ان ذا نمبر، وتعالى برضو نقرا كده، ها هنا معاك ايه؟ معايا 1,815,462. تمام، هو بيقارن بين الفاليو والفاليو. عندك طريقتين تقارن بيهم. اول طريقة ان انت تشوف اصلا الايد ساكنة فين، البليس فاليو بتاعها ايه، وبناء عليه على طول هتقول لو هي ساكنة في بليس فاليو اكبر فهتبقى الفاليو بتاعتها اكبر. تمام، يعني لما اسألك هنا الايد ساكنة فين، البليس فاليو ده اسمه ايه، هتقول لي يميز ده اسمه 10 مليونز. تمام، 10 ايه؟ مليونز، يعني دخلنا في عيلة المليون، خد بالك. طب هنا البليس فاليو ده اسمه ايه، ها اسمه 100,000. 100 ايه؟ 1000. طب 10 مليون ولا 100,000؟ الايت هنا هتبقى اكبر ولا هنا؟ لا طبعا الايت عند الايه، عند ال 10 مليون هتبقى اكبر. البليس فاليو دوت الديجيت فيه الفاليو بتاعته هتكون اكبر من البليس فاليو ده. طب الحاجه الثانيه اللي ممكن تقارن بيها ان انت تجيب الفاليو فعلا بتاعت الايت. الايت هنا موجوده زي ما قلنا في 10 مليون بليس، معنى كده انها ايكوالز 80 مليون، دي الفاليو بتاعتها. طب وقلنا هنا الايت موجوده في ال 100,000 بليس، معنى كده ان الفاليو بتاعتها 800,000. ايه رايك مين اكبر؟ اظن بقت واضحه لما تحط الاصفار جنبها، ها يعني 8 وجنبها 7 زيروز ولا 8 وجنبها 5 زيروز؟ لا طبعا اللي جنبها 7 زيروز هي اللي هتكون ايه، اكبر. طيب هنا بيقول لك ذا اديتيف ايدنتيتي از، اديتيف ايدنتيتي يا ميس يبقى زيرو. زيرو هو الرقم الوحيد اللي كل مجمع عليه اي نمبر في الدنيا يطلع لي ايه، اي نمبر في الدنيا ده يطلع تاني، وكانه بيشوف نفسه في مرايه، كان الزيرو ده النمبر اللي بجمعه عليه بيشوف نفسه في مرايه يطلع بعد الايكوال تاني. لما تقول لي 7 بلس 0 ايكوالز 7، بص كانه شاف ال 7 دي كانها شافت نفسها في المرايه اللي هي الزيرو طلعت 7. لما تقول لي 1000 بلس 0 هتقول لي ايكوالز 1000، كان ال 1000 شافت نفسها في مرايه اللي هي الزيرو طلعت ايه 1000، وهكذا. طيب بعد كده هو هنا مديلك 115 بلس 367، الكلام ده ايكوالز بيقول لك ايه، بلس 115. خد بالك كده كان عندك ميزان، كان عندك ميزان. الناس اللي لسه بتتلخبط، الناحيه دي عندك 115 والناحيه دي عندك ايه 115، وميزان الكفتين بتوعه فيهم زي بعض، يعني اللي هنا زي اللي هنا بالظبط. طب هنا في 115 وهنا في 115، يبقى ناقص لك ايه، ها ناقص لي الناحيه دي 367 عشان يبقى اللي هنا زي اللي هنا. متفقين؟ يبقى النمبر اللي ناقص معايا 367. اللي بعده معاك 5324 بلس 16921. يلا نبدا نجمع. 4 بلس 1 5، 2 بلس 2 4، 3 بلس 9 12، 2 اند كاري 1 اب. وبعد كده 1 بلس 5 6، 6 بلس 6 12، 2 اند كاري 1 اب. 1 بلس 1 2، طلع لك ايه، طلع لي 22,245. تعال ننزل ندور عليها، ها 22,000. بص كده، بص بيلخبطك ازاي، هنا معاك 22 اهي مش زيها 22، بس بص هنا 245، هنا كاتب لك 254. تعال ندور تاني 22,245، اه ده كاتبها لي اهو، وهنا كان حاطط للي هيستعجل ويختار بسرعه عشان يتلخبط. واضحه الفكره؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول estimate using rounding to the nearest 100 find the exact answer. يبقى هو عايز منك حاجتين، عايز منك ايه حاجتين، مره تعمل راوند تو ذا نيرست 100 ومره فايند ذا اكزاكت انسر الاجابه الحقيقيه، ومره
وانت بتعمل. اول مسألة معانا يا شباب هي انا كتبتها برا عشان نبدأ ايه نحلها exact ونعمل estimate الاتنين، تمام؟ طيب 6 minus 9 can't be borrow 1، مكان الفور هيبقى عندك 3 ومكان السكس هيبقى عندك 16 زي ما انت شايف. 16 minus 9 يعني 7. طب 3 minus 8 can't be borrow 1، مكان السكس هيبقى فيه 5 ومكان الثري بقى 13. طب 13 minus 8 يعني 5. طب 5 minus 3 2. طب 5 minus 2 3. طلع لك ايه؟ طلع لي 3257. دي اول حاجة وانت بتعمل minus. طب تعالى بقى نبدأ نعمل ايه؟ round to the nearest 100، تمام؟ وانت بتسمع كلمة round to the nearest 100 فانت عارف ان التو numbers اللي هيطلعوا قدامك دول هيبقى عندهم تو زيروز بالمنظر ده، الوانز والتنز بتاعهم عبارة عن زيرو، تمام؟ طب تعالى بقى نبدأ نعمل لاين هنا كده، خليها نشتغل باللون الأحمر، نعمل لاين هنا كده واعمل سيركل هنا. ايه الاخبار؟ الفور ده بور ولا ريتش؟ بور، يعني مش هيدي حاجه للسكس، لا يبقى هتنزل السكس والفايف هنا اهو. بصوا 6 5. طب اللي بعدها بص انا حاطط التو زيروز ازاي؟ ما انا خلاص فاهم ان انا بعمل راوند تو ذا نيرست 100، تمام؟ طيب وادي اللاين بتاعك وادي السيركل. طب الايت اخبارها ايه؟ بور ولا ريتش؟ ريتش، يبقى هتدي للثري 1، 1 بلس 3 يعني 4، ونزل التو دي وعندك ماينس 0 minus 0 0 0 minus 0 0 6 minus 4 2 5 minus 2 3. احنا خلصناها. وبص هنا هوت لو خدت بالك هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الاكزاكت انسر بتاعك اللي هو 3257 قريب مش بعيد، النمبر ده قريب مش بعيد عن النمبر اللي انت جبته بالاستيميشن بعد ما عملت راوند. متفقين؟ تعال نشوف اللي بعدها. طيب برضو هطلعها برا، هطلعها ايه بره عشان يبقى المكان مقضي معانا. يعني انا معايا 72861، الكلام ده ماينس 5466، انا كتبتها بره اهي، تمام؟ وعايز اكزاكت وعايز استيميت. يلا 1 ماينس 6 كانت بي بورو 1، مكان ال 6 بقى فيه 5 وهنا بقى عندك 11. 11 ماينس 6 5. طب 5 minus 6 can't be borrow 1، مكان ال 8 بقى فيه 7 وهنا بقى عندك 15. 15 minus 6 ب 9. طيب وهنا زي ما قلنا 7. 7 minus 4 3. طب 2 minus 5 can't be borrow 1، هيبقى عندك 12 وهنا مكان ال 7 بقى فيه 6. طب 12 minus 5 يا شباب equals 7 وهنا ال 6 هتنزل، طلع لك ايه؟ طلع لي 67395. يلا نبدأ نعمل estimate to the nearest ايه 100، نبدأ نعمل estimate، نجيب الاستيميشن بتاعنا واحنا بنعمل الراوند بتاعنا to the nearest 100. هحط 2 zeros اهم و 2 zeros اهم. انا عارف مدام بعمل راوند to the nearest 100 النمبرز الجديدة بتاعتي هيطلع عندها 2 zero بالمنظر ده. ها تعالى هنا بقى اعمل لي لاين كده عند الديجيت اللي موجود في ال 100 وادي السيركل. اخبار السكس ايه؟ بور ولا ريتش؟ ريتش، هتدي لل 8 1 بلس 8 يعني 9. وكمل الديجيتس عادي اللي هم قدامك، كان عندي 2 وكان عندي 7. انزل على اللي بعدها، ادي اللاين وادي السيركل. اخبار السكس ايه؟ بور ولا ريتش؟ ريتش، يبقى هيدي لل 4 1 1 بلس 4 يعني 5، تمام؟ وهينزل ال 5 اللي بعده وانا بعمل ماينس 0 minus 0 0 0 minus 0 0 9 minus 5 4 2 minus 5 can't be borrow 1، مكان ال 7 هيبقى عندك 6 وهنا بقى عندك 12. 12 minus 5 يعني 7 وهنا ال 6 ايه؟ نزلت. اقرا معايا النمبر 67400 67400 ايه 100. الاخبار شايف العلاقة ايه بين التو نمبرز اللي قدامك دول؟ النمبر ده والنمبر ده قريبين لبعض ولا بعاد؟ لا مش بعاد قوي، يعني الاكزاكت انسر بتاعتي مش بعيدة عن الاستيميشن بتاعي. متفقين؟ طيب تعال نبص على اللي بعدها. سي ده المرة دي جايب لي 3 numbers. وايه يعني؟ ما نفس اللي بنعمله مع 2 numbers نعمله مع 3 numbers ومع 4 numbers ومع 5 numbers، احنا نقدر، تمام؟ انت معاك 2462 المرة دي بلس، خد بالك 1391 بلس 940
6. كتبنا النمبرز بتاعتنا، ورقتي كبيرة وواسعة هتقضي نحل فيها ونتعامل ونعمل راوند ونعمل اللي احنا عايزينه كله. تمام؟ 2 بلس 1 3، 3 بلس 6 يبقى 9. طب 6 بلس 9 15، 15 بلس 4 يعني 19، 9 and carry 1 up. 1 بلس 4 5، 5 بلس 3 8، 8 بلس 9، 8 بلس 9 يا ميس يعني 17، 7 and carry 1 up. 1 بلس 2 3، 3 بلس 1 4. يبقى ده الاكزاكت انسر بتاعك، طلع لك ايه؟ طلع لي 4799. طب يلا نبدا نعمل راوند تو ذا نيرست 100. ها كل النمبرز دي هيطلع عندها 2 زيروز كده في الوانز بليس والتنز بليس. تمام؟ وادي اللاين وادي السيركل، وهنا في لاين وفي سيركل وفي لاين وفي سيركل اهو. تعالى هنا ال6 بور ولا ريتش؟ ريتش هيدي لل41، بقى عندك 5 واوعى تنسى تكتب ال2. ال9 بور ولا ريتش؟ ريتش هتدي لل31، هينزل لك 4 واوعى تنسى تكتب ال1 اللي جنبها. طيب وبعد كده ال4 بور ولا ريتش؟ بور مش هيدي حاجه لل9، فهتنزل 9 زي ما هي. تمام؟ وانا بعمل اصلا بلس اهو. ابدا اجمع معايا 0 بلس 0 بلس 0 0، 0 بلس 0 بلس 0 0. طب 5 بلس 4 9، 9 بلس 9 18، 8 اند كاري 1 اب. 1 بلس 2 3، 3 بلس 1 4. طلع لك ايه؟ طلع لي 4800. بص كده على النمبر ده والنمبر ده، ده ساكنين جنب بعض يعني، ده قريبين لبعض خالص. تمام؟ دايما بص كده ايه العلاقه بين الاكزاكت انسر بتاعك وبين الانسر اللي انت بتجيبه بالاستيميشن. متفقين؟ بعد كده هنقابل بقى تو ستوري بروبلمز زي ما انتوا شايفين يا شباب، وخدوا بالكم انها مالتي ستيب ستوري بروبلم، يعني فيها اكتر من خطوه وانت بتحلها. طيب هنا بيقول لك بورسعيد has a population of 782,180. طيب if South Sinai has population of 111,835 and North Sinai has population of 450,528. طيب how many more people does Bursaid has than South Sinai and North Sinai combined؟ طيب الكلام ده معناه ايه؟ هو مديلك زي ما انت شايف كده كأنه تلات بلاد خلاص، وبيقولك قولي قولي بورسعيد عندها مور قد ايه. بص how many more people عند بورسعيد than south sinai and north sinai. يبقى انت لازم الاول تروح لساوث and north وتعمل لهم بلس، ده الاول تروح عند south and north وتعمل لهم ايه؟ بلس. اوكي يبقى هقوله population in south sinai and north sinai والكلام ده equals، وهاخد التو نمبرز تمام اللي هو ده وده واعمل لهم بلس. يبقى انا معايا 111,835 بلس معاك هنا ايه؟ معايا 450,528. الكلام ده equals، ابدا اجمع معايا يلا ركز بقى. ها 5 بلس 8 equals 13، 3 and carry 1 up. 1 بلس 3 4، 4 بلس 2 6. طيب 8 بلس 5 13، 3 and carry 1 up. 1 بلس 1 2، 2 بلس 0 2. طيب بعدين 1 بلس 5 6، 1 بلس 4 5. طلع لك ايه؟ زي ما انت شايف كده طلع لك 562,363. ادي اول ايه؟ اول جزء عندك. متفقين؟ طيب ده فين؟ ده زي ما اتفقنا في ساوث سيناي اند نورث سيناي. تمام؟ طيب بورسعيد بقى مور على ده، على النمبر ده بقد ايه؟ اللي عند الرقم دوت مور عن النمبر ده بقد ايه؟ ده اكتر بقد ايه؟ معنى كده ان انت هتعمل ماينس عشان تعرف الرقم ده اكبر من ده او اكتر من ده بقد ايه، انت بتعمل ماينس. متفقين؟ طيب يبقى مور ان بورسعيد ايكوالز، هاخد بقى النمبر بتاع بورسعيد دوت 782. طبعا دي ايكوال هنا، هنا هو 782,180
minus النمبر اللي انت وصلت له ده 562,363 والكلام ده equals. تمام؟ ابدأ اعمل subtract. 0 minus 3 can't be borrow 1. هنا بقى في 7 وبقى هنا في 10. 10 minus 3 7. طب 7 minus 6 1. 1 minus 3 can't be borrow 1. هنا هيبقى في 1 وهنا هيبقى في 11. 11 minus 3 11 يعني minus 3 يعني 8. تمام كده؟ طيب 1 minus 2 can't be borrow 1. هيبقى عندك هنا 7 وبقى عندك هنا 11. اوكي؟ 11 minus 2 يعني 9. وهنا هو زي ما انت شايف معاك 7. 7 minus 6 equals 1 و 7 minus 5 equals 2. طلع لك ايه؟ طلع لي 219 817 219,817. تاني 219,817. يبقى انت عشان توصل لكلمة يعني كلمة مور زين دي اللي هتقابلها في ستوري في الموضوع في ماينس، بس هو الاول قايل لك ايه؟ مدي لك حوار عن زي ما انت شفت نورث سيناي اند ايه ساوث سيناي، فجمعناهم وبعدين وقعنا النمبر بتاعهم من النمبر الكبير اللي معايا، وقعنا يعني عملنا ماينس. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك A library sold 5,325 books in the first month. في المنص الأولاني الشهر الأولاني بعت إيه العدد ده من الكتب. طيب و 9,712 books in the second month والشهر التاني بعت ده. If the library had طب لو كانت بدأت بقى البداية بتاعتها في البداية كان عندها 20,000 books. تمام؟ How many books are left؟ خد بالك باعت وباعت وبدأت بقد إيه؟ طب معاها متبقي إيه؟ تمام؟ يبقى الأول مطلوب منك تشوف إيه؟ هشوف اللايبراري دي بعته in two months. يبقى what the library sold in two months. والكلام ده equals وهاخد اللي بعته في المنص الاولاني بلس اللي بعته فين في المنص التاني. طيب معايا 5,325 كلام ده بلس 9,712 equal 5 plus 2 7 2 plus 1 3 3 plus 7 10 0 and carry 1 up 1 plus 5 6 6 plus 9 15. يبقى هي باعت ايه يا شباب؟ باعت 15,037 15,037 الكلام ده books. طب هو عايز left. طب فاضل فيها قد ايه لما هي بدأت بتوينتي thousand books؟ يبقى the left books الكتب المتبقية بقى عندها الكلام ده equals وهقول له 20,000 20,000 minus 15,037 بالمنظر ده. تمام؟ طيب 0 minus 7 can't be هنمشي نمشي عشان نعمل برو لغاية ما نوصل للتو هناخد منها 1 فهيتفضل مكان التو ايه 1. طب الزيرو ده هيبقى بناين وانت راجع كده والزيرو ده هيبقى بناين والزيرو ده هيبقى ناين واول زيرو هيبقى بتن ودي النمبرز الجديدة اللي انت هتشتغل بيها المسألة بتاعتك. 10 minus 7 3 9 minus 3 6 9 minus 0 9 9 minus 5 4 1 minus 1 زيرو ما انتش محتاج تكتبها. يبقى هي متبقي فيها ايه 4963 الكلام ده بوكس. متفقين؟ ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. يلا السلام عليكم.